الأحد المقبل تاريخ المواعيد الجديدة للتداول في السوق المالية لتصبح من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء بتوقيت السعودية، أي بزيادة نصف ساعة عن الفترة السابقة. شركة أدابتيو تقترض 1,500,000,000 دولار لتمويل الصفقة المرتقبة مع أمريكان الكويتية بحسب مصادر. دبي تفرض رسوما جديدة على المسافرين من مطارات الإمارة قدره 35 درهما ابتداء من الأول من شهر يوليو المقبل. الموازنة الجديدة لمصر تضع سعر الدولار عند 9 جنيهات. مجلس إدارة بنك الكويت الوطني يوافق على زيادة رأس مال البنك بنسبة 6.5%.